السلام لي زعمي، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، الفيديو ديال اليوم غادي نجاوبوا على الاسئله ديالكم. خليت لكم واحد ستوري في انستغرام وقلت لكم سولوني بزاف ديال الناس سولوا شي اسئله ليا وشي اسئله سلمى، شي اسئله فاتي وشي اسئله ديالنا كاملين. المهم اللي ما جاوبوا على الاسئله ديالكم باش تعرفوا علينا اكثر، بما اننا كملنا 10 كا وولينا بزاف غادي نجاوب على الاسئله ديالكم كاملين وخليكم معنا. وغنبداو باول سؤال اللي بقى كيتعاود بزاف، هو شحال في عمركم بينا شحال عمركم؟ لا كملتي فاتي، باقا ما كملتهاش. انا كملتها. بلاش فهموا شنو هي 18 عام. انا كملت 18 عام شي سيمانه دابا. انت غتكمليها اليوم؟ انا نكملها اليوم وانت غتكمليها فاش؟ الشهر الجاي. يعني حنا بثلاثه عندنا 18 عام. شنو كتقراو؟ شنو كتقراي يا سلمى؟ حنا هاد العام انا بعد درت لافاك درت بيسي، وانا درت لافاك ايكونومي بروميير اني هاد العام ان شاء الله. وفاشي انا درت سيليكتيفيدات ديال اسبانيا. المهم هادشي حنا فاش كنقراو هاد العام ان شاء الله. بروميير اني وفاتي حتى هي يلا دا اسدي. من امتى نتوما صحابات؟ من امتى وحنا صحابات؟ انا وفاتي انا فاتي صحابات من الكوليج، ملي كنا في الكوليج بروميير اني كوليج سنين وقيل. من بروميير اني كوليج عرفت فاتي وبقينا صحابات سنين. ليسي انا وسلمى من ليسي من السيزيام بقينا صحابات. انا وسلمى عامين وحنا صحابات، وانا وفاتي سنين وحنا صحابات. كيفاش هادي كتعاود بزاف؟ كيفاش كتعرفتوا بعضياتكم؟ المهم في المدرسه فاتي عرفتها في الكوليج، ما كنتش عارفه واش غتكون صاحبتي كاع. واش عرفتها؟ ما كنتش كيوم. كيفاش عرفتينا؟ كيفاش عرفتينا؟ فاتي حيت عرفنا جوج مرات. فاتي تعرفنا في المدرسة، أنا كنت كنقرا في واحد المدرسة فيها البخيميغ والكوليج والليسي. قلت لكم فاتي عرفتها في واحد المدرسة كنت كنقرا فيها البخيميغ عام، وكنت كنقرا فاتي في الكوليج. فاتي جات حتى للكوليج قرات معايا صافي. دخلت القسم وانا لقى فاتي جالسه في الطاوله الاولى لابسه واحد لا شوميز بيضاء وصايه وكتبان قرايه وكتبان ضعيفه داخل السوق راسها. قلت لها الدريه ما عمرها ما تكون صاحبتي، حيت انا ذوك اللي جالسه في الطاوله القدامي ما كيكونوا صاحبتي. حيت انا اول عام كنت انا داخله كنت ايوا صافي. وهاديك الصباح انا باقا عاقله خرجنا من المدرسه وهي تجي عندي فاتي قالت لي انت كتمشي معايا في الترونسبور ياك حيت كنسكن في نفس البلاصه. قلت لها صافي. وشويه بشويه تولينا صحابات. وسلمى كيفاش عرفتنا لي سلمى؟ سلمى اول مره نهضر معاها ما كنتش كنعرفها. اول مره نهضر معاها مشيت عندها قلت لها ما كايناش مواد الفرنسي. قالت لي ما كايناش. قلت لها هي ما قاريش. قالت لي هي ما قاريش. صافي كانت عندنا ساعة خاوية بقينا مع بعضياتنا وصافي بقينا كنجمعوا السوايع الخاوية في القسم ما كنتش كنهضر معاها بزاف. صافي بقينا تولينا صحابات ما بقيناش كنتفارق. شي كاين شنو باغين تكونوا في المستقبل؟ طبيبة، مهندسة؟ انا بغا نكون مهندسة. انا مهندسة. نعم هادي باش ولا مهندس ياك حبيبه؟ باش ولا مهندس؟ مستقبل بغينا نكونو بزنس وومن. انا ولا يوتيوب وزات. احنا دابا يوتيوب وزات. نكونو بزنس وومن ان شاء الله. هادشي اللي بغينا نكونو ياك فاتي. اوكي سنة ما عندهاش حلم انك تكون تكون مهندسه. سنة ما بغاش تكون مهندسه. طموحك كبير ان شاء الله توصلي تكون مهندسه. المهم كنحماق عليكم، بغيت نسولكم اشنو درتو مورا الباك؟ جاوبنا على ايكونومي لافاك ايكونومي بيسي سيليكتيفيدات ديال اسبانيا. والله اختي خوله ما كرهنا شي برانك فاتي مره اخرى، وبغينا شي فيديو جديد. الله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله غادي نقلبوا شي برانك مره اخرى. حيت فاتي بلات كتعاق في السما بلات تبكي يا صاحبتي. فين كتقراو لافاك؟ نوع التليفون اللي كتصوري به ايفون. شكون فيكم اللي لا هذا السؤال لا بغيت نعرف شكون عزيز عليك اكثر، واش رقيه ولا سلمى ولا فاتي؟ يلا جاوبي السؤال طبيعي الحال. دابا هادي السؤال راه ما غاديش تلقى شي جواب. انا سمعت شي مره شي صداع صراحه. عزيزين عليا كاملين والله يخليهم ليا صحباتي والله عزيزين عليا كاملين.
علاش هي زوينه بزاف وكيوت؟ شكون 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 شنو ابراج ديالكم؟ انا الميزان سكوربيو. انا ميزان انا الميزان بجوجنا الميزان ودي واحد العقرب واحد واحد المتكبره فهاتي حبابة سلمى صديقة عفوية عندكم تفرطة في بعضياتكم يخش يخش من الكريات شكرا واش كتسكنوا في كازا شمن بلاصة بالضبط انا هاجر كنتبعكم من طنجة انا في طنجة كنت ساكنة في طنجة بصفة ما عقلتش حدا بخان فهاتي شحال هادي اللي كانت كيسولها كتقول لي انا سميتي فاطمة الزهرة قول لهم انا بلاصه ساكنه في كازا ساكنين في الولفه كنسكنوا في الولفه شنو هادشي جاوبنا على صافي شنو كديروا في حياتكم كناكلوا حاليا بالعمل حاليا ما كديروا والو حاليا كنصور لكم فيديوهات حاليا ما عندنا ما نتقدا باقي ما بديناش القرار ما درنا والو انا بديت القرار شنو بديت باقي ما درناش كيفاش جاتكم فكره ديال اليوتيوب يلا يلا اني سخولة كيفاش جاتني الفكرة انا جاتني الفكرة باش ندير انا نعطيكم خولة كاش كتقول لنا الفكرة ديال يوتيوب انا كنت شنو غنعاود ليهم هاد الاولين كنت كنقول لا يوتيوب صافي صاحبتي شي حاجة في الصراحة نسيت كيفاش جاتني الفكرة ما عقلتش انا باش تفكر نشرح لكم انا كنسيت صحيا كيف ما تشوفني عرفتي دابا شي عام قبل كان ما ندوي هادشي باقي انا كنقراو كتقول لي سلمى شتي حنا غنديرو اليوتيوب سلمى غندير نشوف قنصور وندير ما بقاش فاهمينش الهضره الباس لا لا صراحه انا جاتني الفكره كانت والله دابا جاتني الفكره اش ما كان كيبان لي عاد حنا كنا كيبان لي كنضحكوا بزاف ما عندنا ما يدار صافي جاتني الفكره زوينه زعما الا بدينا كنديروا يوتيوب نبارطاجيو معكم شي حوايج زوينين صراحه داكشي كان كيعجبني زعما الهدف من هاد لاشين هي حنا باغيين نضحكوا معكم يوليو عندنا واحد الناس زوينين نبقاو نضحكوا معاهم نبارطاجيو معاهم هذيك الانرجي ديالنا وصافي هادشي اللي كاين واحد عام قبل شنو السر مورا الصداقه ديالكم كتبانوا عزاز على بعضياتكم بزاف وبحال هاد الصداقه ولات قليله في هاد الوقت السر انا السر هو اننا في نفس الغدر وماشي محتاجات وماشي حقودات ما حدري ضريفين ماشي كتهضري بعقلك انا عندي معاك انا كيجيني السر هو حنايا فاهمين مع بعضياتنا اللي ناقصه فيها شي حاجه كتكمل على الاخرى السر هي عزاز على بعضياتنا ديال بصح يعني ماشي بحال اي صحابات اللي صاحبتك وصافي هادو انا كنعتبرهم خواتاتي ماشي صحاباتي هادو زعما بحال خواتاتي انا ملي كضرني شي حاجه كنمشي كنقولها لهم نيشان صراحه ديما ما عمرنا ما نتخاصموا ولا ترا بيناتنا شي سوء تفاهم اي حاجه ما كتعجبنيش كنقولها لهم حتى هما اي حاجه ما كتعجبهمش كنقولوها لهم وممكن نكعاوش من بعضياتنا ما تبقيش تهضري معايا حنا لا كنضربوا ديك الساعه كنضربوا صراحه قلت تبارك الله ما شاء الله قلت تبارك الله عرفتي كنت قالت واحد السؤال قالت لي واحدة واش عمركم تنجحتوا انا مسلمه بعد كل ساعه كل دقيقه كل ثانيه واش لقيت كنت ناتو على قبل الماكله لا عندك فاش كتبغي تذوق انا كنت كنقرا معاها لا بصحتي انا فاش كنت كنقرا معاها كنا كنضاربوا كنا كنناتوا كنبقاش كنقرا معاها انا كنت ناتو علاش كنت ولا قبيش لا انا كنقماش عرفتي سلمى اش كدير بلاش خلينا نقولو انت اش كدير سلمى كتشد ستيلو الا بغات تضربك انا ما عملتش ستيلو كتخشي لك في يدي اقسم بالله عرفتي ستيلو كتخشي ليا في يدي بحال البرا عرفتي وكتجر عرفتي ولكن هي عندها الاطفال اقسم بالله صاحبتي وتقدر تخشي لك شي بيكار ماشي ليك ما كنعقلش عليهم ولكن كتقدري تفرها هكا كتقص شكون عزيزة عليك كثر سلمى ولا فاتي عزازين عليا بجوج نفس انا عارفه شي شوفوا ما زاليتش شي وحده عزيز معايا بجوج صاحبتي عرفتي باش نعاود لكم بعدا حيت فاتي صاحبتي الاولى زعما فاتي كانت عارفه راسها هي صديقتي المفضله ما كاينش بحالها هو ملي ولات سلمى صاحبتي وهي ما كانتش كتعرف سلمى ديك الساعه عرفتي كنت كنقول لها سلمى ضريفه عزيزه عليا بزاف كتقول لي صافي دغيا غديني هاد سلمى بلاصتي ولكن ملي عرفت سلمى صافي تبدل الراي ديالها فاش عمرك عرفتي نقوم تعرفيني ما تكذبيش عليا شخصيا لا لا عمر عيرات كان والله ما عمرك قلت فيك شي كلمه ديال العين ما انا بغيتي تقوليها خشي
لان انا ما كنبانش بجوني هاد البلاصه ما كنبانش كاع انا كنبغيك بزاف ما عندي حتى سؤال ما بغيت نقول لك الله يوفقك امين يا ربي شكرا بزاف بزاف كتحمقوني الله يخليكم ديما مجموعين شكرا شنو كدير هاد الجمعه كتعجبني بزاف وحتى صحاباتك ظريفات تبارك الله عليكم شكرا مساء شحال انت كتعرفي سلمى وكملكم عامين دابا عامين شمن بلا عمركم تريشتي مع بعضياتكم لا اختي حنا كنبان عمركم تريشتي مع بعضياتكم ديديكا شنو سميتها قلنا لكم كل ساعة كل دقيقة كنكونوا جالسين ما كتلقاوش ايد سلمى مش عايش حتى صاحبتي كنا كنضاربو ناري ولكن كنت بالضحكة بالضحكة ماشي كن ولا بالضحكة ولكن بعضياتنا بالضحكة ولكن بالضحكة هادشي العصا اللي كناكلو بالضحكة بصح خضر انت اللي كتعطي العصا بالضحكة ديالها مزيان وانت كضربيني يا اختي ما كنصلخك دابا بون كوراج الله يسهل عليكم امين وشكرا بزاف تعاودوا طلع لي فيديو ديالكم في يوتيوب غير بالصدفه وليت مفرجه فيهم كاملين فريمون كتعجبوني بثلاثه شكرا بزاف اينا باك خديتو خدينا حنا باك بيسي وفاتي باك ايكونومي سبحان الله العظيم باك بيسي غادي الايكونومي وايكونومي غادي لا لونغ انا باش نقرا الايكونوميا ان اسبانيول شنو هو الهدف ديالكم في يوتيوب الهدف ديالنا في يوتيوب هو تكبر لنا لاشين ديالنا ان شاء الله ونبارطاجيو معكم شي حاجه زوينه زوينه بزاف قولوا لهم نتوما ما عندكمش هدف في يوتيوب انا عندي هدف في يوتيوب هادشي كاين هذا الهدف ديالنا في يوتيوب الهدف ديالنا هو محتوى زوين نديروا شي محتوى اللي يكون واعر هذا هو الهدف ديالنا ان شاء الله ايوا حنا دابا غاديين درجه حتى نعجبوكم هذا سوره فاتي قالت لك افاتي شنو كتقراي وشنو كدير انا درت سيكتيفيداد اسبانيول شنو هو سيكتيفيداد اسبانيول هو كتقراي واحد 3 مو ديال لينغوا ابري كتبداي تقراي لا لا لونغ ابري كتبداي تقراي لا برونش اللي انت دايره درت ايكونومي غادي نقرا ليكونومي بالاسبانيول فالمات لا هيستوريا ديال اسبانيا زعما ليستوار ديال اسبان وداكشي صافي ملي كتسالي في جوان كتجي اللجنه ديال اسبان كدوز داك الامتحان وكتنجحي فيه وكتمشي لاسبان كدير زعما هما كيديروا لك الفيزا وكلشي وصافي وكتمشي وكتكمل قرايتك تماك ايوا الله يديك على خير اصاحبتي داك نبغيك الحق لا تعندوني لا ناري وجهي وجهي المهم كندور الفيديو ديالنا كنتمنى نكونوا جاوبنا على كاع الاسئله ديالكم ان شاء الله نقدروا نعاودوا لكم عاوتاني شي فيديو بحال هذا من هنا للقدام شكرا على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم على لي كومونتير الزوينين ما تنساوش تدخلوا عندنا انستغرام ديما كنخلي لكم انستغرام ديالنا في لا ديسكريبسيون ما تنساوش تدخلوا تابونا ما تنساوش تخليو لينا في لي كومونتير شنو هما الفيديوهات اللي كيعجبوكم واش لي فلوغ واش التحديات واش المقالب شنو تبغون نديرو يعني دابا حنا كنشوفوا داكشي اللي كيعجبكم اللي كتخليو لنا في لي كومونتير هو اللي كنحاولوا نمشيو عليه فهمتوا ايوا صافي السلام عليكم وبسلام عليكم باي سلام عليكم باي تهلاو في راسكم وكنبغيوكم بزاف والديكم انا كنبغيكم كثر انا كنموت ليكم والله عشان نتوما ضايفين اقسم بالله جوج وحدات لا فاميليا جبتكم اصلخكم انا كنقاش على الصوالي